بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقدرش نوصف لك الفرحة، يعني فرحة لا توصف. استطعنا نثبت الأقدام ديالنا في القسم الوطني الأول، هو قليل اللي كان كيراهن على أننا غادي نبقاو، ولكن بالمجهودات ديال المكتب المسير وبالمجهودات ديال اللاعبين اللي صراحة كنت فكر النهار اللي جيت، يعني جيت أنا في الدورة 21 وكان الفريق عنده 13 نقطة، لقيت يعني مكتب مسير ولاعبين يعني نفسية مدمرة، يعني نفسية يرثى لها، وحتى هما تقريبا كانوا تقريبا ينزلوا يدهم أنهم صافي طاحوا، إلا أننا يعني استطعنا نخلقوا واحد الروح، نخلقوا واحد الجو اللي خلانا أننا نكتسبوا الثقة أكثر، واننا يعني لعبنا مقابلات كبيره بزاف اللي حتى الفرق اللي كنا كنلعبوا معاهم كانوا كينددوا وكيمجدوا بالعمل اللي كنا كنعملوا به والاداء اللي كنا كنأديو به. كنحمد الله ونشكره على هذه الفتره هذه، لان كانت فتره صعبه وكانت مغامره صراحه، ما كانش سهله. واخا كنت كنشوف بان يعني صراحه مهمه شبه يعني صراحة كانت مهمة صعبة، مغامرة كانت، ولكن قبلت التحدي ودخلت. أنا الفريق كان يعني تقريبا طايح، بحال اللي كنقولوا كان طاح. الحمد لله قدرت نرجع الثقة في اللاعبين، وقدرت نرجع الثقة حتى في المكتب المسير اللي صراحة ما بخلى علينا بوالو. عشنا شي فترات صراحة يعني صعبة اللي قدرنا فيها نحققوا الهدف المنشود وهو البقاء. كنشكر المكتب المسير اللي صراحه ما بخل علينا بوالو، وكنشكر اللاعبين اللي يعني بالروح ديالهم وبالقتاليه ديالهم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديال المكتب المسير اللي عطانا هاد الثقه هذه، وكنحمد الله ونشكره على هذا الانجاز اللي صراحه ما عمري نساه، غادي يبقى لي في التاريخ، لان باش تقدر ترجع الفرحه والضحكه لواحد الجمهور من واحد مكتب وسير واحد المحبين، يعني فرحه لا توصف صراحه. كنشكر كل من ساندني، ومن محبين ولا من جمهور ولا من مكتب ولا من لاعبين، الشكر الجزيل لهم كلهم. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديال المكتب المسير اللي صراحة عملنا واحد العمل جيد، واستطعنا أننا نحقق المراد وهو البقاء في هذا القسم.